دي كانت اول نتيجه حصلنا عليه ان احنا كان فيه ايدنتيفيكيشن للكوره نقدر نسيف الباس بتاعها كبيكسل فاليوز مهما اتحركت او حتى لو هي جت مرحله ما غيرتش شكل الكوره مثلا يعني اخذ جت نص كوره او حاجه زي كده هو بيعرف يتعرف عليها يعني مش شرط يلاقي شكلها كوره كامله حتى دلوقتي اعرض الستبس اللي اتعملت في النقطه دي اول حاجه استخدمنا اليو سيتويشن فاليو فلتر او الاتش اس بي فلتر ده احد الكلر سبيسز اللي موجوده في الايش بروسيسنج استخدمنا لسه اولا ده دي نتيجه لاستخدام الاتش اس بي فلتر ليه استخدمنا الكلر سبيس ده بالذات؟ اولا ده انا ببدا احط ضغط على الاوبشن التغير اللوني اللي بيحصل من الكلر سبيس ده مش تغير ما بيتاثرش جامد بالضغط فلو في شادوز او في اضاءات اختلاف الاضاءات مش هتختلف جامد على الكوره حتى ضغطت النشط خالص وبرضه الايدنتيفيكيشن لسه كان موجود لو كنا استخدمنا ار جي بي كلر سبيس يعني هيتاثر جامد بالاضاءه وفي يعني اتش اس بي احسن كلر سبيس ممكن استخدمه وما يتاثرش بالاضاءه فممكن نختصرها اللي هو ادابتيف على الانفايرمنت اللي اتحط فيه. تاني حاجه احنا قعدنا نشوف الكوره الرينج بتاع اتش اس بي فاليوز بتاعها قد ايه حددنا الفاليوز دي وبعد كده عن طريق الفاليوز دي قدرنا نعمل باينري ايمج دي في كل حاجه فيها صوتها ما عدا الكوره دي بعد كده اخدت تاني حاجه احنا خلاص حددنا الاوبشن بتاعنا هيبدا يعمل كونتور حوالين الاوبشن ده عشان يقدر يجيب جيومتريك سنتر عندنا مشكله بسيطه ان احنا بيبقى فيه بوينتس فيها نويز احنا استخدمنا مورفولوجيكال اوبريشنز جروب دايجن ايه فايدته؟ ده لو عندي اي سمول نويز في الصوره بيبدا يعملها بلوجن يعني بيبدا يشيلها خالص من المشهد عن طريق عمليه الروج وبعد كده يعمل دايجن اللي هي حتت اللي هي ترو فاليو مش نويز بيبدا يكبرها شويه تمام بعد كده بنبدا نحدد سنتر اوف كونتور ودي زي ما وضحت النتيجه اللي احنا وصلناها عن طريق عملنا بروت تايب ده كان 21 فبراير 2016 هنا دي كانت اول نتيجه ممكن نوصل لها اللي كنا بناخد من الكمبيوتر من حلقه الكوره وعن طريقها بيحرك الاسبان. هل هنا احنا كنا بنجيب ال 3 دي كوردن بتاع الكوره؟ احنا هنا كنا مجرد بنعمل ماكينج ما بين البيكسل فاليو اللي موجوده على الشاشه والمكان الاسبان. فدي كانت بروتوتايب بس كان لازم نشوف بعد كده ايه ممكن يتعمل في ال 3 دي لابس. ودي الحته اللي هشرحها بعد كده.